السلام عليكم. الفصائل المسلحة العراقية المقربة من إيران بدأت بالتحرك بشكل خطير لتوجيه ضربات مباشرة تجاه دول الخليج العربي هذه المرة، وهذا أصبح واضحا من خلال تهديد ووعيد قادم من قبل فصيل ألوية الوعد الحق. هذا الفصيل أصدر بيانا بهذا الشكل، هدد به بشكل مباشر القواعد الأمريكية الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وفي دولة الكويت، وذلك بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وبالتالي من وجهة نظرهم يجب أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الثمن من خلال ضرب قواعدها بشكل مباشر. وهذا التهديد كان صادرا بهذا الشكل من قناتهم الخاصة على التليجرام كما تلاحظون يوم أمس. وطبعا لم نسمع من هذا الفصيل منذ تقريبا عام كامل، منذ 2 أكتوبر من عام 2022 لم نسمع منهم شيئا، ولكن ها هم ينشرون هذا التهديد بهذا البيان. ويجب أن لا نأخذ هذه التهديدات القادمة من هذا الفصيل أو نستهين بهذه التهديدات القادمة من هذا الفصيل بشكل خاص، ليس بسبب أن الفصائل المسلحة الموجودة في العراق هي تهاجم بشكل مستمر مستشاري التحالف الدولي الموجودين في القواعد العراقية أو القوات الأمريكية الموجودة في سوريا، لا أبدا، بل لأن هذا الفصيل عندما يهدد ينفذ، فهو كان قد نفذ هجمات مباشرة على المملكة العربية السعودية في عام 2021 على سبيل المثال على قصر اليمامة بالطائرات المسيرة وتبنوا هذه العملية تماما، وأيضا قاموا بالهجوم على الإمارات العربية المتحدة تحديدا على أبو ظبي في عام 2022 بأربع طائرات مسيرة. وهذا الفصيل عندما هاجم المملكة العربية السعودية في عام 2021 كما تلاحظون في 23 من يناير من عام 2021 أنشأوا هذه القناة على التليجرام التي نتحدث عنها، ونشروا طبعا بيانا في هذه المسألة. وعندما يهاجمون من الأراضي العراقية ويعلنون عن مسؤوليتهم، وهذا الفصيل هو مختص في الضربات التي تأتي خارج العراق واتجاه طبعا دول الخليج العربي. وطبعا هذه المسألة لفتت انتباه الكثير من المفكرين والكتاب المهمين على مستوى العالم، مثل مايكل نايتس الكاتب الأمريكي الشهير والمعروف الذي كتب عن هذه المسألة على الواشنطن انستيتيوت الأمريكية. وهذا طبعا يعود إلى أسباب مهمة للغاية. الأسباب الأساسية هي أن هذا الفصيل كما تحدثنا، وأن الفصائل بشكل عام هي تهاجم القوات الأمريكية مستشارية التحالف الدولي في العراق وفي سوريا، ولكن هذه المرة الهجمات هي تؤدي إلى جرحى. البنتاغون والأم بي سي نيوز الأمريكية اعترفوا تماما بأن هنالك جرحى بين الأمريكيين، 24 جريحا من الهجوم الذي جاء في 18 من أكتوبر على قاعدة التنف في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، كان هنالك 20 جريحا طبعا، وكان هنالك في نفس اليوم أيضا هجوما على قاعدة عين الأسد تحديدا في الداخل العراقي، أدى هذا الأمر إلى جرح 24 جريحا لا قتلى أبدا. ولكن أكدت الأم بي سي نيوز الأمريكية بأن هؤلاء عادوا إلى الخدمة. المشكلة الآن أن الجبهة تتوسع بشكل كبير، بأنها توسعت من خلال تهديد دول الخليج العربي من قبل فصيل ألوية الوعد الحق الآن، وكذلك أن هنالك تظاهرات تحشدها الفصائل باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، بالتالي الكل مهدد في هذه المنطقة. هذه المرة القصة اختلفت، أصبحت الأمور صعبة للغاية، والتواجد الأمريكي في كل مكان هو أصبح تحت التهديد. وهذا يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو محقة تماما عندما طلبت من الجانب الإسرائيلي أن يتريث في مسألة الهجوم على قطاع غزة على المستوى البري، وأن يقوموا بتأجيل هذه المسألة، وذلك لأن إن قامت إسرائيل بالهجوم البري ممكن أن تفتح الجبهة من العديد من الاتجاهات بكل تأكيد. وهذا هو السبب الذي جعلنا نرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن ينشر بيانا بهذا الشكل يعيد توجيه دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية باتجاه بحر العرب أو خليج عمان في منطقة طبعا وفي المنطقة الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية. بنفس الوقت أضاف قوات أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط، منظومات الباتريوت، منظومات الثاد، بل أن الوول ستريت جورنال كشفت بشكل مثير للغاية يوم أمس طبيعة المواقع والبلدان التي ستنتشر بها منظومات الباتريوت
الباتريوت لا بل حتى منظومة الثاد. وطبعا منظومات الباتريوت هي ستتجه من داخل الولايات المتحدة الأمريكية من قاعدتين أمريكيتين مهمة، وهذه القواعد طبعا هي فورت ليبرتي في نورث كارولينا وكذلك فورت سيل في أوكلاهوما الأمريكية. أحدث المنظومات الدفاعية من الباتريوت الموجودة في هذه القواعد الآن هي في طريقها إلى الشرق الأوسط لتنتشر في عدد من الدول العربية. طبعا منظومات الباتريوت واحدة منها طبعا من الدول التي ستنتشر بها هذه المنظومات هي المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومنظومة الثاد المختصة في اصطياد الصواريخ البالستية ستكون موجودة أيضا في المملكة العربية السعودية. هنالك سبب لوجود طبعا الثاد والباتريوت مرة واحدة في المملكة العربية السعودية، والسبب الأساسي هي جماعة الحوثي والهجمات والهجوم الأخير الذي قامت به طبعا بالصواريخ مباشرة عبر البحر الأحمر والطائرات المسيرة، التي طبعا أكدت الوول ستريت جورنال أيضا بأن الهجوم كان قادما ومباشرا على إيلات، على ميناء إيلات الإسرائيلي، وبأن مدى الصواريخ بحسب ما نشر على الوول ستريت جورنال هو 2000 كيلومتر. وطبعا كلنا نذكر بأن USS كارني المدمرة الأمريكية كانت حاضرة لعملية اصطياد هذا الصاروخ، هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، وبالتالي ضبطت هذا الموقف. وبالتالي وجود الثاد والباتريوت هي بتحقيق حماية كبيرة جدا أيضا من أي هجوم ممكن أن يأتي عبر البحر الأحمر بنفس الطريقة أو عبر الأجواء السعودية مباشرة، لتصل طبعا إلى العمق الإسرائيلي مع وجود هذه المدمرات المهمة للغاية. وأيضا هي لحماية المملكة العربية السعودية من أي تهديد، وأيضا هي تفتح فرصة سياسية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لترميم العلاقة نوعا ما التي تضررت كثيرا منذ أن جاء إلى سدة الحكم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. تضررت كثيرا، تبدو هذه الأزمة فرصة جيدة لترميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية بعد كل الاضطرابات التي رأيناها. ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن نذكر أن جماعة الحوثي هاجمت وقتلت عددا من الضباط أو الجنود البحرينيين الذين كانوا موجودين في داخل المملكة العربية السعودية على الحدود طبعا مع اليمن، وبالتالي هذا هو الأمر الذي أعطى مؤشرا أن السعودية قد تكون هدفا واضحا. ونلاحظ من عملية الانتشار لمنظومات الباتريوت بحسب ما نشرته طبعا الوول ستريت جورنال، نلاحظ الآن عندما ترى هذه الخارطة تعرف تماما بأنها لحماية القوات الأمريكية وقواعدها الموجودة في المنطقة بشكل عام، ولكن أيضا في نفس الوقت هي تأتي لتحقيق حماية أبعد من ذلك على المستوى الاستراتيجي. على سبيل المثال إذا ما رأينا العراق فواضح جدا قد تكون من مصلحتهم تماما، وهذا أمر ليس منشورا على الوول ستريت جورنال، لكن المنطقي أن تنتشر منظومة باتريوت في قاعدة عين الأسد، وخاصة أن هذه القاعدة سبق وأن تمت مهاجمتها بشكل مباشر من قبل إيران بالصواريخ البالستية في عام 2020، وأيضا أنها تهاجم بشكل مستمر من الفصائل المسلحة وممكن أن تهاجم في المستقبل من الجانب الإيراني. وأيضا منظومة باتريوت من الممكن أن تكون أخرى في إقليم كردستان، وهذه ستكون مهمة للغاية لأنها ستحمي الإقليم أيضا من أي هجمات، وبالتالي مستشاري التحالف الدولي سيكونون يعني في حماية كبيرة من أي هجمات دموية أو قاتلة تكون قادمة من الجانب الإيراني بشكل مباشر. وهي أيضا توفر حماية للقواعد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بشكل مباشر. ليس هذا فحسب، بل أن الأجواء العراقية مهمة أيضا لحماية إسرائيل، هذا هو الواقع، لأن إيران إن أرادت مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر يجب أن تتعدى صواريخها الأجواء العراقية. وجود منظومات الباتريوت توفر حماية أيضا لإسرائيل في حالة دخول إيران بشكل مباشر. وبالتالي من ناحية الانتشار الذي نرى واضح جدا أن الحسابات الأمريكية لا تأتي فقط ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران في المنطقة، لا أبدا، بل هم يضعون في حساباتهم بأن إيران قد تدخل مباشرة في هذه الحرب مع بدء الاقتحام البري للقوات الإسرائيلية لقطاع غزة، بأنهم يجب أن يكونون جاهزين لمثل هذا السيناريو وهم يضعون في حساباتهم هذا الأمر. وطبعا وجود منظومات الباتريوت في العراق بحسب ما تحدثت عنه الوول ستريت جورنال يعني زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق. يجب أن يكون هنالك مشغلين، يجب أن يكون هنالك أناسا يوفرون الحماية لهذه المنظومات الغالية والاستراتيجية والمهمة للغاية، وهذه طبعا تعتبر قوات قتالية ولا يعتبرون طبعا مستشارين بكل تأكيد. ولكن على المستوى الدفاعي عندما نتحدث طبعا عن الباتريوت أيضا في نفس الوقت عندما نرى
الباتريوت المنتشرة في الكويت وفي قطر وفي الإمارات العربية المتحدة، فإنها تشكل طوقا واضحا وجدارا حديديا لحماية دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية من أي تهديد مباشر من قبل الجانب الإيراني إذا ما اشتعلت الحرب الإقليمية مع تصاعد الوضع طبعا في قطاع غزة. واحدة طبعا من القواعد الإيرانية الخطيرة على الخليج العربي هي طبعا قاعدة يطلقون عليها خورموج. هذه القاعدة إذا ما اتجهنا إليها فإنك ستلاحظ بالبحث البسيط ستجد مدينة خورموج التي ترونها هنا، وإحدى القواعد المهمة للصواريخ البالستية تتواجد هنا في هذه النقطة الجبلية التي ترونها. لنتوقف قليلا، فإن هذه القاعدة هي موجودة تحت هذه الجبال، مدفونة تحت هذه الجبال. ترى من عملية الدخول بأن هنالك نوع من النقطة الأمنية التي يجب أن تمر بها قبل أن تصل إلى هذه النقطة، وبأن هنالك مداخلا في هذا الموقع. دعونا نقترب من هذه النقاط وسترى بشكل مثير للغاية عبر الأقمار الصناعية أن هذه القاعدة ليست قاعدة عادية. إذا ما توقفنا بهذا الاتجاه وبهذه النقطة سترى بأنك أمام مدخل كما تلاحظون لهذه القاعدة، وهنا مدخل آخر أيضا بهذا الاتجاه، وهذا على ما يبدو مدخلا آخر، ولكن هذه صوامع الصواريخ، الصوامع التي تنطلق منها الصواريخ، بوابات إطلاق هذه الصواريخ. تلاحظ بأنك أمام 9 صوامع واضحة من خلالها تنطلق الصواريخ بشكل مباشر، وهي تأتي باتجاه دول الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية، وممكن أن تستخدم ضد البحرين على سبيل المثال، ولكنها تأتي بشكل مباشر باتجاه المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه القاعدة خطيرة للغاية، وإذا ما لاحظنا هذه المداخل الآن لنقترب منها قليلا لكي نلاحظ المداخل. نعم، هنالك مدخل واضح من هنا وهذا مدخل آخر، وبالتالي بشكل عام الخطر الذي نتحدث عنه باتجاه المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يأتي باتجاه منشأة مهمة، وهي إحدى المنشآت النفطية الخاصة بأرامكو، وهذه تأتي المنشأة تقريبا بشكل مباشر من هذه القاعدة طبعا الإيرانية. بشكل عام طبعا المسافات التي نتحدث عنها هي مسافات مهمة من هذه القاعدة التي تأتي هنا تقريبا من على مسافة ما يقارب 250 كيلومترا أو أكثر بقليل، وباتجاه البحرين أيضا بما يعادل 270 كيلومترا. مستبعد أن يكون هنالك شيء قادم على قاعدة العديد الموجودة في قطر بسبب أهمية قطر، قادة حماس هناك، هنالك العديد من المفاوضات المهمة التي تجري عبر قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، بالتالي قد تكون لأسباب سياسية ألا يكون هنالك إحراجا لقطر باستهداف القواعد الأمريكية الموجودة فيها، ولكن أيضا هي تأتي كما نلاحظ باتجاه دولة الكويت. بشكل عام طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تضع جدارا حديديا واضحا ليس فقط باتجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وإنما الجدار الحديدي حاضر باتجاه طبعا الجانب الإيراني إن كان على مستوى العراق وإن كان على مستوى الدول الخليج العربي، وذلك لأن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة داعمة بشكل كبير للعملية البرية الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة. فعلى سبيل المثال موقع أكسيوس الأمريكي كان قد نشر مؤخرا كما تلاحظون اليوم تحديدا، أكد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن يكون الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة أن يشبه تماما ما جرى في الموصل في عام 2016 ضد تنظيم داعش الإرهابي، وأن لا يشبه العملية الأمريكية التي جرت باتجاه الفلوجة في عام 2004. والآن قبل أن نبدأ بهذا البرنامج بدقائق كان أساسا في مؤتمر صحفي أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال بأنهم مصممون على القضاء على حماس بشكل واضح، أي أنهم راغبين بالاستمرار بهذه العملية. وطبعا بذكر الموصل وعام 2016 هذا هو السبب الذي تحدث عنه موقع أكسيوس الأمريكي بأنه أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن جيمس غلين وهو لوتنت جنرال أمريكي من قوات المشاة البحرية الأمريكية وصل إلى إسرائيل ليعطي الاستشارات حول طبيعة العملية وكيف ستتم كما تم تطبيقه في الموصل في عام 2016. عمل كبير للغاية، ولكن إسرائيل قد تريد أن تبدأ هذه العملية البرية بأسرع وقت ممكن، وإن كانت منظومات الباتريوت من المفترض بحسب التفاصيل التي نشرت أن يكون نشرها نهاية هذا الأسبوع، لكن إسرائيل قد تكون مضطرة أن تطالب بأن تبدأ بهذه العملية بأسرع وقت ممكن باتجاه قطاع غزة لأسباب اقتصادية قد ذكرت هنا من قبل وكالة رويترز. فطبعا بالنسبة لإسرائيل
هي لديها حرب باتجاه قطاع غزة، باتجاه كذلك حزب الله اللبناني، وباتجاه سوريا، تتعرض إلى الضغوط من كل مكان. وطبعا بحسب التفاصيل التي نشرت من وكالة رويترز، أكدت بسبب عملية التعبئة واستدعاء الاحتياطي بالكامل من الجيش الإسرائيلي، هذا الأمر أدى إلى نوع من الشلل الجزئي للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام. لا بل إن الأمر أدى بإسرائيل أنها مضطرة لصرف ربع مليار دولار يوميا في هذه الحرب التي تجري على قطاع غزة. وتحدثوا بشكل دقيق بأنهم يصرفون 246 مليون دولار يوميا في هذه الحرب، تكاليف هائلة للغاية. وأكدت طبعا الإسرائيل من الداخل من خلال رويترز بأن الحكومة وحكومة الطوارئ الآن مضطرة للقيام بتعديل حقيقي على موازنة إسرائيل لعام 2023 وعام 2024. يجب أن يجدون تعديلا على هذه الموازنة لأنها غالية للغاية، وبالتالي هنالك مصاريف وأعباء خطيرة للغاية. وحتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في الدعم، هي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها، إلا أن هنالك حرب أوكرانيا، يحتاج الغرب أن يصرف أموالا كبيرة في أوكرانيا، وأيضا هنالك قلق مما ممكن أن يكون قادما باتجاه تايوان. بالتالي هذا قد يدفع إسرائيل أن تحاول أن تبحث عن ضوء أخضر سريع للتقدم باتجاه قطاع غزة. الأمور خطيرة، الأمور تطورت بشكل لم يكن يتوقعه أحد بكل تأكيد.